يعني واحد ممكن برضه ترى مثلا تصحح لي في مفاهيمنا والحاجات اللي احنا بنتعلمها في حياتنا. يعني احنا اول ما واحنا صغيرين واحنا طلبه في المدرسه والكلام ده كله، انا كان من نفسنا عندي ترانشيت بالنسبه للتفكير، فكان ممكن نذاكر حاجات ادبي وحاجات علمي لغايه ما نوصل لمرحله الثانويه العامه، ويبقى حددنا موقفنا ايه بتوع شعر وبتوع حاجات بقى حسابات وبتاع. بعد كده بنضطر نخش طب على اساس ان هو ده يعني ماشي مع ميولنا اكتر، يعني بغض النظر عن المجموع. انما بعد ما بنتخرج يعني نقدر نتطور، بنتخرج ان احنا المفروض بنعرف كل السبيشاليتيز. بعد كده نعمل تخصص دقيق، التخصص الدقيق ده مثلا انا عاوز اي سي عاوز عاوز اي حاجه من دي. لكن في حاجه مهمه جدا بتحصل في عمرنا او في حياتنا، ان احنا طول ما احنا صغيرين بعد التخرج بنحب نشتغل حاجات بايدنا. يعني ايه؟ هنجان ان احنا مثلا اعمل ولاده، هنجان ان اعمل جراحه، هنجان ان احنا نشوف العيانين والكلام ده كله. بعد ما بنكبر شويه بيبتدي تفكيرنا يتغير بعد ما بنكتسب الحرفه بتاعت الطب. تبص تلاقي ناس يقول لك ايه، لا انا اعمل كل والتيم ده يشتغل والاخر اخر حاجه بتيجي من ايه؟ في العيادات بتاع الدكاتره الكبار يقول لك ايه الدكتور بقى الاخر بعد ما يمر على كذا دكتور صغنون يجي له في الاخر هو الديسيجن ميكر في الحاله. في العيادات دلوقتي بيعملوا كده. على المستوى العام تبص تلاقي برضه يقول لك ايه، انا خلاص شجعت من الحاجات الكلينيكال، انا عاوز اكبر مستشفى في الشرق الاوسط زي الدكتور يعقوب. في ناس يقول لك انا ابقى عميل، عندي فكره، عندي بوليسي، عندي رؤيه مستقبليه. الحكايه بتاعت الرؤيه المستقبليه واحط استراتيجيات للبلد واحط مش عارف كل الكلام ده، بنلاقي الصعوبه فيه ان احنا نتعلمه واحنا لسه ما عملناش الحاجه، لان لما بنكون صغيرين عاوزين نعمل كل حاجه بايدنا، لكن ما بنقدرش حاجه من الكلام لانها ما عملناش. طيب؟ اذا البحوث بتطلع لنا معلومات. تجربتي الخاصه في هذا الطلب بقى، اول قرار زيكم والكلام ده كله، قالوا تعالى تبقى في معيدة الصحه العامه. مش الصحه العامه يقول لك اتكلم بقى عن برامج وتخطيط للبرامج ومشاكل الشعب والكوميونتي والكلام ده. طب فين يا عم الدول اللي احنا اتعلمناها؟ فين البلدان؟ انا عندي وقت، عاوز اعمل حاجه، عاوز اعمل كيتشن، عاوز اعمل اي حاجه. كلينيك انا عاوز اشغل ايديا. يقول لك لا هي بتعمل كده. فطبعا كنت حجاني، كنت بشتغل في عياده طبعا والله امتياز دلوقتي هو ممنوع طبعا، انما الواحد من كتر حبه في الكلينيك اللي عاوز يشتغل في حاجه في ايده عشان يحسها، لان تركيزنا كده في الغيرين. خلاص الدكتوراه صحه عامه وانت عامل على طول ماجستير انت وولادك وشغال في حاجه على طول ومجالات وصعب خلاص. بعد ما اشتغلت الشغل ده كله فانا دلوقتي حرفه، انا بعمل حرفه، الحاجات بتتكرر، تسيب نفس النوايات، نفس الكلام ده كله. طب ده انا في الكوميونتي نفس ده بحط بوليسيز واستراتيجيز وحاجات كبيره قوي، مش مجرد ان هي انديفيدوال دي. فكان مع التفكير ده والكلام ده كله جاتني فرصه ان انا اسافر بره واشوف الهارفرد سكول كوبي حتت كتير جدا بتتمنى من كده. ان كل الريسيرش او كوميونتي ميديسن او الريسيرش ان جنرال من الحاجات اللي بيتخصصوا فيها بعد ما ياخدوا ماجستير او دكتوراه كلينيكال. ليه بقى؟ لان عشان تعمل ورقه بحثيه ان تاخد فيها كمتخذ قرار لازم يكون عندك باك جراوند كلينيكال كبير جدا عشان تجرب ده تجرب دي او تكتشف ان ده تفاكر لديزيز معين. يعني المواد اللي انتوا بتدرسوها في الكتب دي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الجديد جايه من حاجه اسمها كيس ريبورت. قاعد اقول كيس ريبورت والكلينيكال بيكتشر بتاعت الجديد والكلام ده كله، واقعد في الاخر الكلينيكال بيكتشر والجديد كذا كذا وشخص كذا كذا وتعمله بالكلينيكال اللابوراتوري بيكتشر كذا، يبقى ده المفروض. كويس؟ التريتمنت اللي انتوا بتقعدوا تدرسوه في الفرع بيتعمل حاجه اسمها كنترول كلينيكال ترايل او رانكوايز كلينيكال ترايل، في فلوس كتيره جدا جدا عشان يقول لك الدواء في الادويه ده بيستعمل كذا والطريقه كذا بتاعت الهيبرتنشن.
يبقى كل ده من جاي البحوث. يبقى البحوث بتطلع لنا معلومات، هذه المعلومات اللي بتعمل طرق تقديم الخدمة، ازاي اكشف على العيان، ازاي اشخصه، ازاي اعالجه. وبالتالي بتخش في النظام الصحي للسيستم. كلمة السيستم يعني ايه؟ سيستم عامة نظام الترجمة العربية. ميكانيزم اوفر جود ليفل، ايه اللي احنا بنقوله؟ بتقدم الخدمة ازاي؟ فانت عندك معلومات. المعلومات دي لازم تخش في مخ ناس اللي هم الدكاترة عشان يقدموا الخدمة للعيانين، صح؟ فبتخش في الموارد بتاعت السيستم، النظام الصحي، المعلومات دي. فلما اقول لك مثلا المعلومه دي مهمه جدا انها توصل للدكاتره. عشان ايه؟ عشان يعالجوا لنا الناس بالطريقه الفلانيه. طب الطريقه دي اللي هي ايفيدنس بيس ميديسن، اتعمل دراسات يقول لك ايه؟ ما تديش بولي فايز غير الستات الحوامل. مش كوست افكتف، ده دراسات. فوضت فيه ايه؟ بتاعها ايرن كويس اكتر. ليه؟ لان في كذا واحد اثنين ثلاثه اربعه في الدراسات. طيب؟ يبقى بالظبط كده البحث بيدي معلومه. جميل؟ لذا لا تخصص ميداليات في مصر قويه للبحوث، عشان كده انت قلت للثوره. مش من ضمن اسباب الثوره ان احنا معظم اوروبا والدول المتقدمه بيخصصوا ميداليه كتير قوي للبحوث، انما احنا عندنا بنخصص الميدانيه قليله جدا، لان انت البحث العلمي بتاخد فلوس قليله جدا وتتفرج على الموظفين، ما بيعملوش بحوث. طب وماذا؟ الصورة عن كل الدول العالم بتعمل بحوث، ليه؟ لأنها بتديله معلومة. إحنا دلوقتي حاطين ثورة المعلومات. اللي هم بتوع الثورة دول ما عندهمش فكر إن إحنا ثورة المعلومات اللي هي إيه؟ ثورة أساسا. المعلومة دي ممكن بتاعت اتخاذ قرار بيصدك ملايين ملايين مليارات. كويس؟ انت بتخترع دواء بيكون بسيط جدا دخيل للهجة، بيخش التدرس والريسيرش ستادي بيعمل اكسبيرمنتال كنترول جروب او تيست او كنترول جروب، وتعمل ده الافكتفنس بتاعه قد ايه؟ ده دراسات علمية. لكن من ناحية معلومة أي علم يقول لك ادفع فلوس شوية كلام، لكن بيدفعها في ايه؟ في رواتب حيوانية. أنا عارفين كل الأجيال اللي جايين يزوروها هيدوروا على ايه؟ يقول لك السيراميك والنظافه والشاشات البلازما والاير كونديشن واللي عندنا ورق فيه كذا، كلها حاجات ملموسه. لكن ده مفيش فلذلك الفلوس من ارقى مستويات الفكر اللي ممكن احنا لو اهتمينا بيه هيدينا معلومات كويسه جدا جدا لاتخاذ القرار. طيب؟ البحوث عامة بتنقسم، يعني في بحوث اللي هي بيخترع حاجة من فروم سكراتش زي اللي اخترع الكمبيوتر مثلا، حاجة أصلا مجتش وكده جت صدفة. في بحوث بقى اللي هي سيستماتيك. البحوث دي بتنقسم لنوعين، بحوث اللي هي لها علاقة بالأمراض بيسموها ابيديميولوجيكال ستادي. يعني إيه؟ يعني يقول لك اللي يشرب سجاير ممكن يجيب كانسر الأول، اللي بيشرب مش عارف ايه ممكن يجيله تتأثر. طيب؟ اللي الدواء الفلاني عن طريق ان هو بيأثر على بتاع الكوليسترول ليفل ممكن يقلل البلاد بريشر. طيب؟ ده عبارة عن دراسات تعملها تشوف العلاقة بين المرض أو التريتمنت والديزيز كونديشن. طيب؟ ده جزء. في جزء تاني، جزء تاني يمكن ابتدوا يهتموا بيه وخاصة في البلاد اللي عاوزه تتطور ويهتموا بيه في كل بلاد العالم، احنا مش نديله الانتباه الكبير، اسمه هيلث سيستم ريسيرش. يعني ايه؟ هيلث سيستم ريسيرش يعني ايه؟ يعني الجوده. انت عاوز تقدم جوده للمريض، تعمل له ايه؟ تعمل له فاميلي ميديسن ولا تيجي جنرال براكتيشنر زي ما هو؟ تعمل بس كالبروجرام اللي هي